لو سألتي أي أم وقلت لها أنت بتحب حد أكتر من ولادك هتقولك مش ممكن. صح. إيه هو؟ أنا ولادي كلهم زي بعض. طب أنت بتميزي بين حد والتاني؟ تقولك لا خالص، أنا بتعامل مع ولادي كلهم زي بعض. وفي الحقيقة هتلاقيها أحيانا كتير بتميز حد عن التاني، حد عيان، حد بيسمع الكلام ماما ومطيع وجميل وكيوت كده، وكل ما تقوله حاجة يعملها. فخلينا نتكلم على فكرة التمييز. التمييز خطورته إيه نفسيا على الأولاد وكمان على علاقتهم ببعض، علاقة الإخوات ببعض؟ صحيح. التمييز برضو من الأخطاء الصعبة جدا اللي بيقع فيها الأباء والأمهات، سواء عن علم انه يعني زي الولد والبنت، الفكر النمطي ده اني اميز الولد عن البنت وانا عارفه كويس قوي ان انا بميز عشان هو ولد، او ان انا مش واخده بالي اميز الطفل الصغير عن الكبير، او الطفل الهادي عن الطفل العصبي وهكذا. في كل الاحوال كل انواع التمييز ليها تاثير سلبي وسيء جدا على نفسيه الاولاد. عايزه اقول لكم ان احنا بنقابل ناس اباء وامهات كبار وبيحكوا لنا على مواقف التمييز بالذات قد ايه هي مأثره فيهم من اهلهم. فمهم قوي قوي ان احنا ناخد بالنا من ده، لان الاطفال كمان بيبقوا حساسين قوي لده. يعني ممكن جدا زي ما حضرتك بتقولي ان ماما تكون متخيله انها مش بتميز ابدا، لكن هي مرتاحه لحد اكتر. صحيح. اللي هو مش شقي المطيع الجميل ده. فمجرد انا هحكي لكم على مره حد من الاطفال بيقول لي، قلت له ماما بتقول انها مش بتميز، قال لي لا بتميز، اول ما اختي بتدخل من الباب هي بتضحك ضحكه حلوه قوي. ياه. وانا لما بدخل مش بتضحك. فحتى الضحكه هم رياكشن نفسه واخدين بالهم، هو اخد باله منه واثر فيه وضايقه. فمهم قوي قوي ان احنا ناخد بالنا من الحاجات دي. لو احنا بنتكلم على فكرة الولد والبنت والصورة النمطية في تمييزه، على فكرة مش بس الاهالي بيميزوا بيدوا امتيازات للولد على حساب البنت، ده احيانا بيدوا كمان امتيازات للبنت على حساب الولد. يعني مثلا الولد احنا في مجتمعاتنا ما ينفعش انه يعبر عن مشاعره، ما ينفعش انه يبكي، ما ينفعش انه يحزن. فلا انت راجل ما ينفعش، لكن البنت ممكن جدا، دي بنت فتعيط وتحزن وتعبر عن، ده نوع تاني من انواع التمييز، ده بيسبب له قهر وبيسبب له مشاعر غضب. احيانا في تمييز للولاد برضو، الولد يتاخر، الولد يعمل اللي هو عايزه. طبعا بيبقى في امتيازات للولد، ده اللي دايما بنشوفه الامتيازات اللي والبنت قومي اخدمي اخوكي، قومي اعملي كذا، والبنت حبيبه باباها والولد حبيب مامته. بيبقى برضو في تمييز. كل الانواع دي من التمييز بتسيب اثر سيء في ايه؟ في ان الصوره الذاتيه اللي الاطفال بيبنوها عن نفسهم انهم غير مستحقين. يعني البنت انا مش مستحقه زي اخويا، ان انا مش مقبوله بنفس درجته، ان انا مش باخد بنفس امتيازاته وهكذا. فعدم الاستحقاق ده بيؤدي لمشاعر غضب ومشاعر حقد احيانا. دي بتظهر في صوره ايه بقى؟ عصبيه. طبعا. وعنده كل السلوك السيء اللي احنا بقى بنقعد نتكلم عليه ان ولادنا وبنشتكي منه من ولادنا. يعني